أسعد الله مساءكم بكل خير، يا أهلا ومرحبا في الجميع. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم جميعا. تكملة للموضوع السابق، في نقطة ممكن ما ذكرتها وودي أذكرها، إن شنو أهم شيء أشوفه إذا بغيت أشتري الطير خاصة الباجي؟ النقطة الأولى، أهم شيء يصير الطير نشط وما يكون الطير خامل. النقطة الثانية، يكون ريش سليم، فمشاكل الريش في الباجي بعضها تورث، فلازم يكون الريش ماله سليم. النقطة الثالثة هي ان الطير ما يكون يحك نفسه كثير او ينفش ريشه، نقول، او يكون ريشه نوعا ما مضطرب، تشوفه 24 ساعة مضطرب، ممكن هذا يكون فيه فاش او ممكن فيه امراض جلدية، فلازم انتبه حق هالشيء. افحص الطير من خلال مسك الطائر ومشاهدة اذا امكن الطير من الاسفل، الطير من جميع الجوانب، الله اكبر، يعني هذه الامور لازم اشوفها. افرد الجناح اشوفه، الذيل اشوفه، الراس، العين، فهالعين تخاطب بك في عالم الطيور في كثير من الامور. هذه الامور ضرورية جدا جدا في الباجي. النقطة الثانية، انا لا شريت الطير سواء كان كبير او صغير او فرخ او هذا، افضل 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 ان اول شيء لمدة يومين اخليه في مكان صغير، ما اخليه في مطير في يعني قفص كبير، اكون في مكان نوعا ما صغير. ليش؟ عشان اضمن انه ياكل بشكل جيد، انه يشرب بشكل جيد، انه تكرمون الخروج ماله جيد. هني انا وبعد ما احط له نقطة للفاش، سواء كان اي نقطة تستعملها، ممكن الطير اول ما تجيبه، خاصة اذا كان طير واحد، ممكن يحس شوية في الخوف او في يعني فقدان الشهية، فممكن انا اخلي معاه طير اخر، لكن احرص ان عيني عليه والطير الاخر ما يكون بالمستوى الجيد. يعني كلنا عندنا طيور زينة وطيور متواضعة، اخلي واحد من الطيور المتواضعة بحيث اذا كان الطير الجديد في مرض او في مشكلة وعاد الطير الثاني ما عندي مشكلة في هذا، اخليه اطمن ان ياكل زين، اطمن ان تعود على درجة حرارة غرفتي، اطمن ان خروجه جيد، لا يوجد فيه اسهالات او دود او فطريات او الى اخره، ومن ثم ينتقل الى الطيور الاخرى بعد تقريبا اسبوع ينتقل الى الطيور الاخرى، سواء كان في القفص الكبير او كان في يعني مكان اصغر. بالنسبة حق التزاوج، بعض الاخوان يشترون طيور كبيرة، يعني ما يبي طير صغير، ممكن يبي طير كبير. التزاوج خاصة إذا كان طير جديد أكون حذر جدا، لأن يكون هو مو متهيئ نفسيا للتزاوج، فلازم أنا أحط ببالي هالشغلة. التهيئ النفسي للتزاوج عامل مهم، فما أنتقل إلى مرحلة التزاوج وأنا يعني مو متأكد أن طيري جاهز، لأن احتمال تصير في ردة فعل أن جايبيني مكان جديد وتزاوج ورعاية صغار أو هذا. فنلاحظ كثير من الأخوان أن بعض الإناث تتزاوج، ممكن تبيض لكن بيضها تكون مو بالصندوق، بيض برا أو ما تبيض داخل، أو الذكر ما يكون ملقح للبيض. هذا كله عامل نفسي ترى، فعامل النفسي عامل الخوف، أنا مكان جديد علي، أنا مو بالي تزاوج، أنا الحين أبي أعيش في هالمجتمع الجديد، فهذا عامل جدا مهم. فلازم أنا أراعي هذه الأمور، كوني مربي وكوني أنا مقتني شغلات جديدة.
يعني مرحلة التزاوج لازم تكون بعد مراقبة الطيور أو الزوج عن كثب. بعض الأخوان أيضا يأخذون زوج منتج ممكن معاه الفروخ صغار أو هذا، هذا ممكن شوية سهل، ممكن شوية سهل أسهل من الباقي، لكن أيضا في ساعات تصير ردة فعل إن بحكم تغيير مكانهم تكون ردة فعل إن الأنثى ممكن تقتل الفروخ أو الذكر أو أيا كان، أو ما 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 يوكلونهم خلاص يوقفون عن العس نقول. فأيضا هذه من العوامل اللي لازم أنا أراقبها. فالطير الجديد لازم أنا أراقبه، ما مو خمس دقائق ولا ساعة في اليوم، لا في اليوم أكون متردد على المكان وحاط الطيور الجديدة قدام عيني متردد، أروح ورد عليها أكثر من مرة. مو شرط أن أفتح الصندوق إذا كان زوج أو عاد أمسكها، لا لا، مجرد بالمشاهدة راح تبين سلوكيات الطير الطبيعي والمرتاح من الطير اللي في شيء، في شيء نفسي، في شيء عضوي، في إسهال، في أمور ثانية. أحاول أن أخذ من المربي اللي شريت منه الطيور الخلطة وأعطيها الطيور عشان نوعا ما يصير التأقلم تدريجي على خلطتي أو نوع الغذاء اللي أنا أستعمله، فما أصدمهم أول شيء بشركة أخرى وبمنتج آخر وبنسب من الحبوب مختلفة صراحة تسبب لي مشكلة في الطيور وردة فعل. أبتعد عن الخضروات الورقية والخضروات الطازجة أول فترة، أعتمد على الحبوب، ممكن الملت، ايضا الاكفود ما مو وايد افضله بالبدء الفتره الاوليه اول اسبوعين، من ثم تقدر تبلش وياهم تدريجي. وطائر الباجي طائر جماعي فهو يتاثر بالمحيط اللي دار مداره، فلا حطيته مع طيور اخرى وشافهم مثلا ياكلون اكفود، ياكلون ملت، ياكلون املاح ومعادن، راح يشجعونه غير لما تحطه بروحه. فيعني انت لما خليت جبت لك طير بروحه وحطيته وحطيت له نفيه، وممكن الأنثى تكون يعني في مرحلة تزاوج فمو مو وايد شهيتها مفتوحة للأكل، فممكن أنت قاعد تقدم أكل وما يستفيد منه الطير. فلازم أنا أراعي النقاط هذه، جد وايد أراعي النقاط هذه. من أكثر الأمور اللي تأثر على الطائر الباجي العامل النفسي، فالعامل النفسي يتحول إلى مرض عضوي في الطائر الباجي. يعني الاسترس هو يسوي إسهال، الاسترس أو التوتر يحفز بكتيريا في المعدة فيصير عندك نوع من أنواع الفطريات. الخوف أو الاسترس أو التوتر أيضا يسوي شيء في الجهاز التنفسي، فممكن يأثر عليه بالجهاز التنفسي. فكثر ما أقدر أنا طير الجديد أخليه مرتاح، أخليه هادي، أخليه ريلاكس، ما أخليه متوتر، هني أنا قاعد أمشي في الطريق الصحيح. فالتوتر وكثرة مسك الطير وخاصة في مكان جديد، أو أخليه في مثلاً إذا كان ذكر أخليه مع ذكور وممكن الذكور يهجمون عليه أو يؤذونه، أو إذا أنثى أخليها ويا الإناث أيضا نفس الشيء، أو حتى إذا فرخ أخليه ويا الفروخ يعني بسرعة. لا، أمشي تدريجي وراقب الطير وراقب سلوكياته، تشوفه أنه متمكن، فارض نفسه، عارف مكان الماي، عارف مكان الأكل، عارف يعتمد على نفسه ولا لا. هذه النقاط يعني أتمنى أنه تكون جدا جدا في عين الاعتبار. صحة الطير قبل نقل الطير إلى مكانك عامل جدا مهم، وخلال أول أسبوع مراقبته عامل جدا مهم. أتمنى أن الموضوع فاتكم ونشوفكم مواضيع أخرى إن شاء الله.